نعم لينا، عمليا هذه هي أرتال السيارات، وهي تمتد إلى 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 كيلومترات، عمليا 20 كيلومتر بعيدة عن البوابة الحدودية مع بولندا. اسمح لي أن أنقل الصورة إلى أمام الشاشة. عمليا هناك حوالي، قالت بولندا بأنه وصل إلى أراضيها حوالي 156 ألف لاجئ أوكراني حتى الآن. بطبيعة الحال اللاجئين هنالك حوالي 400 ألف لاجئ خرجوا من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية، الحرب بين أوكرانيا وروسيا. معظم هؤلاء بطبيعة الحال توجهوا إلى بولندا، لأن هنالك من قبل الحرب حتى حوالي 1.5 مليون أوكراني يتواجدون في بولندا منذ سنوات، بمعنى أن من يخرج ويتوجه إلى بولندا ربما يقصد أصدقائه أو أقربائه فيها. الوجهات الأخرى هنغاريا، مولدوفيا، سلوفاكيا، وأيضا بعضهم يتوجه عبر تلك الدول إلى دول أخرى كالدنمارك وألمانيا. الوضع هنا مأساوي، نشاهد هنالك مجموعة من الأطفال مروا، أنا أتابعهم عمليا، الآباء والأطفال يسيرون، هؤلاء سيسيرون لحوالي 4 ساعات لينا ليصلوا إلى البوابة الحدودية، وبالتالي يتم تسجيلهم كلاجئين دخلوا إلى الأراضي البولندية. ربما عمليات التسجيل هي السبب لينا في تأخر أو في وقوف السيارات، السيارات لا تتحرك عمليا منذ أن قدمنا، ما يتحرك عمليا هو السيارات من الطرف الآخر التي تصل وليست السيارات التي من هنا. انظري، هذه هي مقدار المسافة التي تتحرك بها السيارات كل نصف أو كل ساعة على أقصى تقدير. هذا الشخص هو لاجئ أفغاني أتي إلى هنا، ومن ثم الآن هو مضطر بسبب الحرب أن يخرج ويغادر أوكرانيا إلى وجهة أخرى. الناس قالوا معظمهم بأنهم لن يبقوا على عند المعبر الحدودي أو في المخيمات التي خصصت لهم، في الغالب سينتقلون إلى دول أخرى يوجد لهم فيها أصدقاء أو أقارب حتى أن تنتهي هذه الحرب على حد تعبيرهم. هم يودون بطبيعة الحال البقاء، ولكنهم يهربون بسبب توقعات بتفاقم الأزمة، بتفاقم الأوضاع خلال الساعات أو الأيام المقبلة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لينا.